نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل مسنجر عذرا يوجد خلل. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق مسنجر، بعدها سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق مسنجر، سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم مسنجر. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.